وللمزيد مشاهدينا في هذا الصدد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي بالأنوار. أستاذ محمد بعد التحية، يعني كما تابعت جلسة مجلس الأمن ما بين الاتهامات المتبادلة التي وصلت إلى حد التراشق بألفاظ، كيف قرأت هذه الجلسة؟ الكاتب الصحفي بالأهرام وليس بالأنوار. أولا، نحن أمام حالة من حالات حافة الهوية الدبلوماسية بين أطراف، كل الأطراف للأسف تحترف الكذب، وهناك قرارات متخذة مسبقة من قبل الأطراف الفاعلة في الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المندوبة الأمريكية هي اللي قالت على أي أحوال، وهنا أقتبس من تقريركم، على أي أحوال فإن الولايات المتحدة سترد. نحن أمام حالة من حافة الهوية الدبلوماسية وحالة من الاشتباكات، وفي اعتقادي أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا من خلال ضربات صاروخية أو هجمات محددة ضد نقاط سورية، خاصة وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو المندوبة الأمريكية أبلغت مجلس الأمن بأن هناك اجتماعات تتم وأن هناك لقاءات تتم وأن الولايات المتحدة سترد. المحصلة النهائية هي أننا أمام حالة من الصراع الدولي الإقليمي الذي يدفع ثمنه الدولة السورية والمواطن السوري أيا كان انتمائه أيا كان توجهه. سوريا للأسف تحولت إلى ساحة للصراعات بين الأطراف العالمية والإقليمية، ودون وجود أدنى آلية للحل السياسي أو العملية السياسية بين الأطراف السياسية السورية الفاعلة الأرض. هل تعتقد أستاذ محمد أن يكون الحل عربي عربي بمنأى من المجتمع الدولي الذي يعني قد أثبت فشله في كل المعتركات التي تم الدخول فيها بأي شكل من الأشكال؟ هذه النقطة الأساسية التي كنت سأشير عليها. نحن أمام حالة من الإخفاق والفشل وحالة من التمزق للدولة السورية نتيجة التدخلات الإقليمية والدولية، ونتيجة لغياب الرؤية العربية المشتركة أو غياب آلية عربية للتدخل والحل من خلال تفعيل الحل السياسي. هذه النظرية تتبناها الدولة المصرية، وهو ما عبر الرئيس السيسي عنه أكثر من مرة بأن مصر مع وحدة الأراضي السورية ومع الحل السياسي للأزمة السورية. وللأسف كلما طرحت هذه الأفكار نجد هناك تصعيد وهناك من يتصدى لها. ويكفي أن نشير إلى أن اجتماع أخير بشأن المسألة السورية تم بين روسيا وبين إيران وتركيا، وجميعنا يعرف أن هذه الأطراف الثلاثة متورطة في صراعات على الأرض مع الولايات المتحدة الأمريكية. الحل العربي يجب أن ينطلق من رؤية شاملة، وفي اعتقادي أن الطرف الوحيد المؤهل نفسيا وسياسيا ودبلوماسيا ومقبول نفسيا من قبل الشعب السوري هو الطرف المصري الذي لديه رؤية واضحة لسوريا، بجانب أن 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 مصر تستطيع وبالتنسيق مع الأطراف العربية، خاصة ونحن على أعتاب قمة عربية مقبلة بعد فشل وإخفاق المجتمع الدولي في التوصل إلى أو بداية طريق لحل الأزمة السورية. نعود إلى المشهد في مجلس الأمن. المشهد في مجلس الأمن للأسف نحن أمام هيئة ومنظمة وثبت فشلها الزريع، خاصة في معالجة الملفات العربية تحديدا، وهي حصرا مجلس الأمن لا يتخذ أي إجراء إلا فيما يتعلق بالملفات العربية. وعندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية على لسان مندوبتها بأنها تريد تحقيق العدالة، هذه المندوبة نفسها هي التي أعلنت نقل السفارة الأمريكية إلى إسرائيل إلى القدس المحتلة متحدية المجتمع الدولي كله، الآن تتحدث عن العدالة. العدالة من وجهة نظرهم ولا تحقق أدنى أجزاء العدالة للشعوب العربية. تحدثت محمد يعني عن تحدثت عن وجوب أن يكون هناك دور للجماعة العربية في هذا الصدد بمنأى عن المجتمع الدولي وبمنأى عن تلك الدول التي لها مصالح واضحة للعيان. أنا أتحدث هنا طبعا بالقطع عن الدول الكبرى الفاعلة في المنطقة. إن كانت هذه الدول يعني تركا إلى معداتها وعتادها العسكري، ما هي الأوراق الموجودة في يد المفاوض أو الوسيط العربي ليقنع كافة الأطراف أن يستمعوا إليه؟ الحرص على الدولة السورية وعلى حياة المواطنين السوريين أيا كان انتمائهم وتوجههم وطوائفهم، مع الإبقاء على النسيج السوري الكامل المتكامل، وتقديم آليات للشراكة والمشاركة السياسية من خلال عملية سياسية تضم جميع الأطراف السياسية الأطراف والأطياف السياسية السورية
في عملية شاملة يمكن أن تسفر عن وضع دستور انتقالي أو إجراء انتخابات مبكرة وخلافه من العمليات التي تضع حدا لعمليات القتل والاقتتال. للأسف الإعلام العربي مغيب وغائب عن سوريا. نحن نسمع ونرى ونشاهد من وسائل إعلام غربية من الغرب أو من إيران، سوريا الآن بها حالات من حالات التهجير القسري والترانسفير وعلى أساس عرقي وعلى أساس مذهبي وعلى أساس طائفي. سوريا أمام كارثة حقيقية. سوريا تحولت إلى نموذج مصغر لما يمكن أن تكون عليه الدول في المنطقة، الدول العربية في المستقبل. سوريا أصبحت مرتعا ومستباحة من قبل جميع الأطراف. سوريا التي اجتمع مجلس الأمن اليوم لإدانة ما حدث في دوما وفي غيرها، قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف مواقع في سوريا ولم يتعرض لها مجلس الأمن. نحن أمام مشكلة معقدة وأمام حالة من التداخل لا يدفع ثمنها، ومحاصرتها النهائية هي هدم كيان دولة وتفكيك مجتمع. ونحن نرى المشاهد التي ترد من دوما ومن دمشق ومن غيرها من الأماكن، نرى أن عفرين والشمال السوري احتلته تركيا، ونرى أن روسيا لديها قسم وإيران أيضا. كل الأطراف والأطياف التي تعمل حاليا على الأرض السورية لا تعمل إلا من منطلق ما يخدم مخططاتها وأجنداتها، وبعيدة كل البعد عن المصالح العليا للدول العربية. ما يحدث في سوريا وإيقاف ما يحدث في سوريا لا يمكن تسميته بمصلحة سورية فقط، بل هو مصلحة عربية عليا، مصلحة لكل دولة عربية تريد أن تنجو من هذا السيناريو. هذا السيناريو مخطط وموضوع، وللأسف نحن نتحدث الآن ونحن نمر ب15 عام على سقوط بغداد. بغداد التي سقطت وضاعت، والعراق الذي تفتت ودخل في صراعات داعش وغيرها. ما حدث في على الأقل يعني سيد محمد، يعني العراق الآن يعني مرت من عنق الزجاجة. بالعودة إلى المشهد السوري، إن كان المحفل الدولي وإن كان يعني الأمم المتحدة كمنظمة فاعلة قد يعني فقدت كلمتها فيما لا وصل بإيجاد حل سياسي للخروج من هذا النفق المظلم الذي تمر به سوريا، فيما لا وصل بالمشهد الإنساني ومحاولة إيصال المساعدات الإنسانية، كيف تقيم دور الأمم المتحدة في هذا الصدد؟ للأسف دور الأمم المتحدة يتحول إلى مشهد إعلامي من خلال دخول قوافل الإغاثة. هذه القوافل بعد أن تصل إلى الأماكن المستهدفة يقوم بالاستيلاء عليها مجموعات مسلحة، سواء هذا الفصيل أو ذاك الفصيل أو التابع للدولة السورية أو غير، المهم أنها لا تصل إلى مستحقيها. للأسف هناك حالة من الفشل والإخفاق أسفرت عن مأساة إنسانية على مستوى الشعب السوري. الملف الإنساني كل طرف يوظفه بما يخدم أطرافه، ولا توجد رؤية واضحة. إيران لديها أجندة، روسيا لديها أجندة، تركيا لديها أجندة، سوريا أو النظام السوري لديها أجندة، أجندته الخاصة المتمثلة في بقاء حكم الرئيس بشار الأسد. ولكن المصلحة العليا للسوريين والدولة السورية غابت عن جميع الأطراف، ومن هنا هناك ضرورة ملحة لتدخل عربي فاعل. وعندما أقول تدخل عربي فاعل، من خلال دول غير متورطة سياسيا وإعلاميا في الصراع، خاصة وليست لديها مصلحة، أو تحديدا مصر أو الجزائر أو تونس أو أي دولة أخرى ليس لديها مصلحة وليس لديها أي صلة بالجماعات المسلحة أيا كان انتماءاتها، وهي كثيرة والمتواجدة على الأرض السورية. وسمعنا اليوم أن المندوب السوري في الأمم المتحدة وجه اتهاما صريحا إلى مجموعة من الدول بأنها تمول الإرهاب أو تمول جماعات مسلحة في هذه المنطقة أو تلك، وهو ما يصب في النهاية إلى عدم قبول السوريين سواء في النظام أو في المعارضة أيا كانت مسمياتها بأي وساطة من هذه الأطراف. باعتقادي أن الدولة المصرية والدبلوماسية المصرية هي المرشحة بقوة، وعليها أن تتحرك الآن لطرح مبادرة تشمل ورؤية شاملة فيما يتعلق بالملف السوري من خلال أطراف عربية أخرى ليست تتمتع بنفس المصداقية. وحتى وإن فشلت هذه المبادرة فهي يجب أن تنطلق بحسن نية ومن منطلق أن ما يحدث في سوريا الآن من الممكن أن يتكرر. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الأنور الكاتب الصحفي بالأهرام، شكرا لك على انضمامك معنا على الهاتف.